قال عليه السلام متى دفن هذا؟ قال في الجاهلية. فقال عليه السلام لولا أن تدافنوا لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. الدابة سمعت عذاب القبرين فشمست به عليه السلام فسأل هذوني شو صفهم هذو ماتوا الجاهلين إذا هذوني ماتوا هذا حديث لازم ينكروا صاحبكم هذا لأنه ما جاءه من النبي. ومين اللي أظن عدي بن حاتم لما سأل عن أبوه أنه كان كريما وكان كذا إلى آخره فهل ينفع ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عائشة. عائشة هي السائلة عمين. هذا كله ما تقول جاهزين. فإذا بدنا ننكر التاريخ الإسلامي الذي لا يوجد له أصح في الدنيا أبدا، لا يوجد له مثيل صح بطريقة المعوجة بسوء الفهم الآيات الكريمة. فالآن الأوروبيون والأمريكيون هل بلغتهم الدعوة أو لم نسأل؟ جاءهم نذير ما جاءهم نذير؟ جاءهم نذير بالمعنى الثاني. أنا ما بقول جاء، الشيخ استعجل، أنا ما بقول جاء وكمان تعلم مني ولا بقول ما جاء، هاتي بالك، لا بقول جاء ولا بقول ما جاء. هذه قصة وقعت بيني وبين أحد المشايخ أول ذهابي إلى المدينة أستاذ في الجامعة، ليلة سهرانين هناك مجلس عامل للمشايخ أساتذة الجامعة وفي هذا الموضوع. فادعى أحدهم لكن في فرق بينك وبينه إنه هو أستاذ وأنت مالك أستاذ. وفرق ثاني هذا أهم كثير إنه هو ما كان مستعجل من حكايتك. هو كان يعني فاهم. قال جاءتهم الدعوة يا أخي، هاي الإذاعات العربية واصل الدنيا كلها، هاي القرآن يتلى ليلا نهارا. فتبسمت في وجهي ضاحكا قلت له يا أستاذ في هذا القرآن ما بدك مين يفهمه؟ العرب ما عندهم استطاعة يفهموه، أنا عاجز. شو بيعرفون البريطان والألمان وإلى آخره أنه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهموا شيء. صار نقاش طويل طويل جدا حول الموضوع. الشاهد حتى الإنسان ما يتورط وما يقول جاءهم نذير بالمعنى الثاني أي الدعوة، ولا يقول أنه ما جاءهم، مش نحن لابن نحاسب الناس دون رب العالمين. فمنقول من علم الله منه أنه بلغته الدعوة الإسلامية ثم جحدها كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم هذا كافر مخالف النار، ومن لم تبلغه كذلك فليس كذلك. أما بلغتهم نقعد نناقش، لا ما بلغتهم، راح أقول لك اللي بالقطب الشمالي والجنوبي بلغتهم شو بعرفنا. والله أنا بقول إنه الألمان يعني مشيتهم منا بالنسبة لغيرهم ما بلغتهم الدعوة إلا أفراد قليلين منهم. ليه؟ مين اللي بده يبلغ الدعوة؟ الرسول. القرآن بيقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. شو فائدة إنه نحن عم نبيع القرآن ليلا نهارا وهن ما عم يفهموا؟ فإذا ما بنقدر نقول يا جماعة إنه هم بلغتهم الدعوة، لكن لابد في أفراد منهم بلغتهم الدعوة، في أفراد منهم، لكن دون أفراد بدك تتصورهم من خاصة القوم، يعني من مثقفين، يعني القسيسين الرهبان لا شك إنه فيهم ناس عرفوا الحقيقة، فمنهم من آمن وكتم إيمانه، ومنهم من آمن وأعلن إسلامه، ومنهم من كفر، والتاريخ
يريد نفسه. ما أعرف أنت وكنت يوم كان هذا باسم مو باسم نبلسي شو اسمه؟ باسم مازم كنت موجود كان والله كان الأستاذ موجود والأخ موجود واحد نبلسي يقول أنه رحت لمكتبة القدس في هناك مكتبة كم مليون كتاب ملايين كتاب 6 ملايين يعني أكبر مكتبة في العالم بعد الكونغرس في القدس اليهود قاتلهم الله إن النشئين هناك مكتبة يقول فيها 6 ملايين كتاب الله. واتصل هناك تعرف على مستشرق بولندي عمره نواحي 77 سنة وبيتكلم اللغة العربية الفصحى وما بتظنه إلا مسلم وعنده معرفة بالحديث متخصص حديث. سألته فيما بعد قال دراساته دكتوراه وبروفيسورية حديث يعني حديث النبوي. وبعدين الرجل حواليه كما يقولون باللغة الأجنبية بروفيسورات يعني أساتذة يتعلموا منه انه هو كبير السن. وهذا النابلسي في عنده شوية يعني معلومات لا بأس فيها في علم الحديث كان يجي يسمعه ويتناقش معه يعترف هالمستشرق هذا امام البروفيسورات تبعه انه هو عم يتعلم من النابلسي. النابلسي من اخواننا شاب يعني. فشو قال انه احيانا بيطلع منه عبارات بتدل على اسلامه. لما كان يذكر النبي يقول صلى الله عليه وسلم لما يذكر الله سبحانه وتعالى عز وجل او عمر بن الخطاب او الصحابه رضي الله عنهم إيه يعني لا يفعل الا هذا. وذكر قضيه انه قال له واحد من الحاضرين انه انت يعني شو اسلمت؟ قال له ليش لا؟ العبري قال له ليش لا؟ شايف؟ مره بدرس اتكلم هيك في اثناء يعني محاضره في الجامعه فواحد يقول له انت بنحكي معك يعني لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول كذا فشو مسلم؟ قال له ليش لا؟ باللغه العبريه يعني اسلوبه في الكلام اسلوب مسلم. كان هذا كتاب الزهد لعناد ومخطوطات وكذا طالب كتب يعني حكينا للشيخ طالب كتب والله يعني انه اقل من النادر من يعرفها ولا اقول يطلبها من اهل العلم او من العلماء او ما شابه ذلك. شو موقفك منه؟ ثم اقصد نعم أنا أقول هو كلمة طيبة قال لعله ممن يكسب إيمانه. أي نعم مثل هذا الرجل نحن شاهدنا الآن أنه مثل هذا ممكن يكون أسلم. نعم لأنه عنده كلا عنده كلا. وبالمناسبة أذكر في كتاب يعرفوه إخواننا الطلبة اسمه مفتاح كنوز السنة لما اقتنيته وعرفت الجهد اللي مفروغ فيه انه هذا يكون دارس كتب السنة 14 كتاب لابد ان يكون صاحبه اسلم. ما قلت يوم اذن راحت ايام واجت ايام كما يقولون عندنا في الشام كنت جالس في مكتبة العربية الهاشمية عبيد رحمه الله وقع تحت يدي عدد من مجلة زيدان شو اسمها هي الهلال قديمة هي جورج زيدان. وإذا به الخبيث هذا الألماني مؤلف كتاب افتاح كنوز السنة فينسك ناشرين مقال لأحد الكتاب المسلمين رد على فينسك بينقل عنه كلمات بصرح فيها أن محمد رجل شبهه اليوم عبقري وداهية وإلى آخره ودعا النبوة واستطاع به عقله وشبهرته أنه يبدل العرب حوله وإلى وإذا بينكر النبوة. من هذا ما استفاد شيء من الكتب اللي درسها استطاع أن يضع الفارس المقرب للبعيد كما هو معلوم لدينا. فالشاهد ما منقول إذن هالشعب البريطاني او الفرنسي او الالماني اسلم او ما بلغ الله اعلم. من بلغته الدعوه
وهذا بذكرني أيضا بهذه الكلمة، من بلغته الدعوة كما أنزلت في أصولها وفي أسسها وما آمن فهو إلى جهنم. قلت أنا للذي كنت أستناقش معه في الجامعة، قلت أنت تعرف الآن نشاط القديانيين في كثير من البلاد الأجنبية في ألمانيا وبريطانيا بصورة خاصة، هؤلاء عم يأسلموا على إسلام القديانيين. القديانيين كفار، صحيح بيصلوا بيحجوا لكن ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، من ذلك أن الرسول في أنبياء بعد منه وبيأولوا الآيات وبيحرفوها وإلى آخره، بينكروا وجود عالم اسمه عالم الجن، بينكروا بيقولوا الجن مذكور، سورة الجن مذكورة في القرآن بيأولوها الجن، يعني ما أنا لفظ مرادف للبشر لفظ مرادف للإنس، كما أننا نحن نقول إنس وبشر معنى واحد، شو صار عندنا هني إنس وبشر وجن معنى واحد، بتجيبوا الآيات اللي بتقول خلقتني من نار وخلقته من طين، بيقول لك هذا مجاز، يعني مش حقيقة خلقه من نار، وذاك كل تأويل يعني تعطيل، لأنه الأمر الحقيقة كما يقول ابن القيم في بعض كتبه المعطل يعبد عدما والصنما، فهذين يعطلوا وأنكروا حقائق شرعية، مع ذلك كثير من الأوروبيين يستجيبون لدعوة هؤلاء، ليه؟ لأنه بيشوفوا في دعوتهم من الإسلام الصافي ما لا يجدونه في التوراة الإنجيل عندهم، فهل هؤلاء بلغتهم الدعوة؟ ما بلغتهم الدعوة، يعني بلغتهم الدعوة من الحرف عن أصولها. لذلك إذا جاء حديث إن أبي وأباك في النار، ما في مبرر للتأويل يا جماعة، في أن أحاديث تؤدي إلى نفس المعنى بالعشرات إذا أنكرناها معناها أنكرنا الشريعة. وأنا مع أني صبور يعني، ولو أني كنت أشعر عم أشوف حالي أني ما عندي صبر إلا أكتشف هذا الشخص الذي أنت بتشير له.